الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره فاستمسك بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، اللهم آمين. ما زلنا بفضل الله تعالى وحوله وطوله ومده وقوته مع هذه السلسلة الطيبة المباركة الماتعة النافعة بإذن الله، سلسلة شباب الصحابة. هذه السلسلة التي نقدمها عبر هذه القناة المباركة لشباب الأمة حتى يتأسوا بها ويقتدوا بهؤلاء الشباب وهؤلاء الصحب الكرام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رباهم النبي وليربي بهم الدنيا. قلنا دائما نذكر في كل حلقة أن الشاب الآن هذا يقتدي بيتأسى وله يتشبه بلاعب كرة أو بإنسان غير مسلم أو بإنسان كذا أو إنسان فنان. نقول يا شباب، يعني أن نريد أن نعلمكم مجدكم وعزكم وسادتكم من شباب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نتكلم اليوم عن شخصية عظيمة جدا من شباب الصحابة، إنه سيدنا سعيد ابن زيد. سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، هذا من أهل مكة. هو أولا سيد من سادات الصحابة، سيد من سادات المهاجرين، من فضلائهم ومن المهاجرين الأولين ومن المسلمين الأوائل من السابقين الإسلام. هو أحد العشر المبشرين بالجنة. خد بالك هذه المناقب، يبقى بقول إيه، هو سيد من سادات الصحابة، من سادات المهاجرين، من فضلائهم، من المهاجرين الأوائل، هو أحد العشر المبشرين بالجنة، هو كان من السابقين الإسلام. أسلم مش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل دار الأرقم، ابن أبي الأرقم، لا، ده أسلمه قبل أن يدخل النبي دار الأرقم، يعني في وقت مبكر جدا، مبكر إيه جدا، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد إيه معركة بدر. سيدنا سعيد بن زيد هذا يبقى ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب، ابن عم سيدنا عمر. خذوا لكم من العلاقة دي، يبقى سعيد بن زيد ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا سعيد بن زيد متزوج أخت عمر، وسيدنا عمر متزوج أخت إيه سيدنا سعيد، يبقى هم أولاد عمومة، وده متزوج أخت ده وده متزوج أخت ده. يبقى هو زوجته فاطمة بنت الخطاب، زوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب. وأسلم سعيد ابن زيد وفاطمة بن الخطاب قبل إسلام سيد إيه عمر، يبقى تاني كان إيه، يبقى في بقى ابن عمومة ومصاهرة، يبقى هو صهر عمر بن الخطاب وابن عمه، وتزوج فاطمة أخت عمر، وعمر تزوج إيه أخته عاتكة، عاتكة بنت زيد أخت إيه أخت سعيد ابن زيد. يبقى نعرف إيه العلاقة الطيبة بين الصحابة من النسب من جهة، ومن المصاهرة أو من القرابة الأصل في البداية، ثم من إيه من المصاهرة، يبقى أبناء عمومة ثم هناك مصاهرة. سعيد تزوج فاطمة بنت الخطاب اللي هي أخت عمر، وعمر تزوج عاتكة بنت زيد اللي هي أخت سعيد بن زيد. كان سيدنا بقى سعيد بن زيد وزوجته فاطمة أخت عمر هم كانوا السبب في إسلام سيدنا عمر. شوف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ومن عمر ومن مثل عمر، فمن يعني فمن يباري أبا حفص وسيرته، ومن يعني المقصود كان عمر هذا إيه كان جبل أشم. فالمقصود أن سيدنا سعيد بن زيد وزوجته فاطمة هم كانوا السبب في دخول سيدنا عمر إيه إلى الإسلام. طيب متى ولد أول بقى، نرجع نجيب من الأول، متى ولد؟ ولد في مكة قبل الهجرة ب 22 سنة، قبل الهجرة قبل الهجرة. يبقى وكان أبوه بقى ده أبوه كان قصة لوحده بقى. أبوه زيد بن عمرو بن نفيل هذا كان حنيفيا، كان في جماعة اسمهم إيه يعني يقول أنهم إيه من الحنفاء، كانوا على دين سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، كان لا يعبد الأصنام، لا يأكل الميتة، لا يشرب الخمر، لا يأكل ما ذبح على النصب، كان يحرم على نفسه هذه الأشياء قبل الإسلام. ده مين؟ أبو سعيد بن زيد. أبو سعيد بن زيد كان رجل حنيفي من الأحناف اللي هم إيه على ملة إبراهيم عليه السلام. القريش كانت ومكة كلها على الشرك وعبادة الأصنام ويأكلون الميتة ويشربون الخمر ويذبح على النصب وكذا وكذا، لكن هو لا، هو كان على ملة إبراهيم، وكان لا يأكل الميتة ولا يأكل ما ذبح على النصب ولا يسجد لصنم،
ولا يشرب خمرا ولا غير ذلك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر عنه أنه قال أنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة. يبعث يوم القيامة إيه؟ أمة واحدة، اللي هو مين؟ اللي هو زيد ابن نفيل، زيد ابن نفيل أو سعيد بن زيد، هذا يبعث يوم القيامة إيه؟ أمة واحدة. وقد ترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر له ودعا له. سيدنا النبي استغفر له ودعا له وترحم عليه لما مات. فربنا سبحانه وتعالى بقى أكرم هذا الرجل، ادخر له لزيد بن نفيل هذا، ربنا ادخر له ابنه سعيد بن زيد عشان يخلد ذكره وعشان يكون ايه امتداد دي بعد ذلك. قلنا ننسى ان سيدنا بقى سعيد بن زيد هذا انه ايه احد العشر المبشرين بالجنه، دي منقبه عظيمه للسياج الاول. طيب هو بقى اوزي بقى في اللي يعني احنا قلنا هو كان سبب في اسلام سيدنا عمر، لكن قبل ان يسلم عمر كان عمر بيؤذي جدا ويؤذي زوجته ويتعرض للتعذيب على يد سيدنا عمر، وكان يعذبه بأشد أنواع العذاب عشان إيه يرجع للإسلام، لكنه ثبت بفضل الله عز وجل، وثبتت زوجته فاطمة بنت الخطاب أخت سيدنا عمر وثبت على الإسلام، وحتى شرح الله صدر عمر للإسلام وأسلم على يد سعيد ابن زيد. طيب سيدنا سعيد بن زيد برضه كان رجل مستجاب الدعوة، الرجل ايه مستجاب الدعوة، فهو عايش في المدينة وله أرض له بستان، ففي امرأة لها أرض بجواره اسمها أروى بنت أوس. أروى بنت أوس اشتكت سيدنا سعيد بن زيد هذا لمروان بن الحكم اللي هو أمير المدينة. ايه الشكوى؟ تقول له إن سعيد بن زيد هذا ايه أخذ جزء من أرضي. كان زمان احنا الفلاحين بنحط حديد كده على اخر الارض، حديده هنا، فكان هناك يضعون ايه حجاره كده، صخره كده ايه علامه، فهي ادعت عليه انه نقل هذه الحدود واستولى على جزء من ارضها. فاستدعاه، معقول سعيد يعمل كده؟ فقال له انا افعل هذا بعد الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ماذا سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يعني أخذ شبرا من الأرض يعني ظلما طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فالمروان بن الحكم قال لا أريد منك بينة غيرها، خلاص إيه أنا مصدقك كده وأنت إيه يعني مظلوم في هذا الكلام. قال لا بس هذه أساءت إلي ويعني شوهت سمعتي في المجتمع. فدعا عليها، دعا عليها قال اللهم إن كانت هذه المرأة كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. دعوة مظلوم يا جماعة، يعني نحرص أن نبتعد عن الظلم ونتجنب أن يدعو علينا الظالم، دعوة أن يدعو علينا المظلوم، عفوا يدعو علينا المظلوم، دعوة مظلوم. فسيدنا سعيد بن زيد قال اللهم إن كانت هذه المرأة كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فعلا مع الأيام أصيبت هذه المرأة بالعمى، وبينما هي تسير في أرضها سقطت في بئر فماتت فيها في قلب إيه أرضها. وسبحان الله، بعد سنوات يأتي سيل من السيول ويجرف الأرض فتظهر علامات الأرض، فإذا هي سليمة كما هي. وسيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه يعني كما قال كان أمينا ولم يأخذ شيء، وكان تبين كذب هذه المرأة اللي هي أروى بنت أوس. سيدنا سعيد بن زيد كان من المجاهدين وجاهد في أرض الشام في عهد سيدنا أبو بكر، وتوفي سنة 51 وقبره في المدينة في البقيع معروف رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا مع صحب النبي الكرام رضي الله عنه أجمعين. نلتقي مع شخصية أخرى في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.